توست، التركي، التركي الفسوس. تعالوا نشوف ايه هي المقادير. عندي التركي، هجيب التركي الفسوس من اي سوبر ماركت موجود. عندي حمص مسلوق، يا اما اجيبه كنز او اسلقه. عندي البصل الاحمر، الليمون، الملح، الكمون، الشطه، خيار مخلل، واللبنه. اول حاجه هعملها عايزه اجيب الايه الحمص واتبله تتبيله حلوه قوي. حمص بحط معاه شويه شطه كده حلوين يظبطوا طعمه. عندي كمان الكمون، الله الله، والايه الملح والفلفل كده، والليمون. يا سلام على جمال الطعم وحلاوته اهو كده. وهحط شويه من ايه زيت الزيتون. شوفوا بقى الجمال والحلاوه، يا سلام يا سلام. وهقوم ايه مقلباها التقليبه الحلوه دي اهو. شوفوا الجمال. يلا هجيب بقى هنا التوست، هكون محمصاه، حمصوه شويه في الايه في الفرن بتاعكو اهو. وهقوم حاطه كده من تحت لبنه، كريم تشيز، الايه الحاجه اللي احنا بنحبها. بصوا الجمال والحلاوه كده. نجيب معلقه ثانيه، يلا بينا. وهحط معلقه الحمص اللي بتدي طعم يجنن للايه للوصفه دي، مع البصل ده كده اصلا لوحده حكايه. هنحط بقى عليه كمان الايه التركي كده، واقوم ضغط عليه بالتاني ويتحط بالشكل ده. نجيب لبنة، كريم تشيز، الحاجة اللي احنا بنحبها اهو كده، والحمص بتاعي المتبل تتبيلة غنية وحلوة قوي مع البصل اللي بالنسبة لي لا غنى عنه. بحب البصل، عايزه اقول لكم جدا جدا، ومن الحاجات اللي انا ما اقدرش استغنى عنها في الاكل كله عامه اهو كده. نعمل كمان واحد، سهل قوي بس الطعم مش عايزه اقول لكم عليه، والتتبيله الحلوه، ودايما اضافات بسيطه بتحلي قوي الاكله اهو. انا الخيار المخلل هقدمه جانبي، يعني هقطعه واقدمه في الجنب. ممكن حد يحب يحط جوه الساندويتش او التوست بتاعه خيار مخلل، فاللي يحب يحطه طبعا يحطه، برضو بيطلع روعه عايزه اقول لكم اهو كده. هوبا اهو كده، والخيار المخلل بتاعي بس اقطعه. ممكن بقى نحط المخلل، طبعا احنا بنحبه، يعني نوع المخلل اللي بحبه ايه، انا اقوم حطاه على طول مع الاكله بتاعتي. وممكن كمان بطاطس شيبسي اهو كده.